نتكلم على الجو، على رقبة المحاضرة يعني. يا دكتورة أميرة، بتشوفي كم عيادة أو حالة جو في العيادة مرة في الأسبوع؟ يوميا. تمام. دكتور عبد الله، بتشوف كم حالة جو؟ حالة أو حالتين. تمام. يعني لو استثنينا ال لا مش دي، يعني عملنا عليها شويه وديفين. فلو احنا قلنا الاوستيو ارترايتس واستثناه لانه هو اكثر حاجه هو رايز اور فول اوف سيرم يوريك اسيد. طب هو السيرم يوريك اسيد جاي منين؟ تمام، انا بروتين البيورين ولا ايه؟ هو موجود فين البيورين؟ الادرينال جوانيل موجود فين؟ في الدي ان ايه. يبقى في بروتين جاي من الليفر احنا مصنعينه، وفي بروتين من البريك داون اوف سيلز، اوكي؟ وبعدين في الاخر بيحصل له اكسكريشن عند الكدني او عند الجلط من الانتستين. يبقى الجلط از انكريس اور ديكريس اوف سيرم يوريك اسيد، لا يا اما اوفر برودكشن يا اندر اكسكريشن. تمام؟ الاوفر برودكشن او الاندر اكسكريشن يعني الليفل زاد. فلو الليفل ده اترسب في جوينتس وما حوالينها بيعمل لي ارثرايتس، لو اترسب في كيدني يعمل لي رينال دامج، لو اترسب في بلاد فيسلز وهارت يعمل لي كارديوفاسكولار دامج. صدقوا بالله انا هوريكم بيبر ان هي مترسب في الاي، مفيش نو تيشو از اميون فروم يوريك اسيد أو سيرم يوريك كريستال ديبوزيشن. في بعض أدوية والليستة دي أنا هحذفها لكم علشان طبعا المحاضرة أساسا كلها هتبقى على الكمبيوتر. بعض أدوية بتزود السيرم يوريك أسيد أو تمنع الإكسكريشن بتاعها. إنما إز هايبر يوريسيميا جاوت، كل حالة هايبر يوريسيميا جاوت ليه؟ النعم ربنا علينا انه كل الحيوانات اللي تحت البني ادم ربنا سبحانه وتعالى حباها بجين بيكون بروتينيز اسمه يوريكيز انزيم. هذا اليوريكيز لان الحيوان ممكن يقعد بالشهور ما ياكلش، ويوم واحد اصطاد فكل الغزاله بحالها فهيجيله هايبر يوريسيميا، مش هينفع فاليوريكيز بيكسر. انما بقى ربنا سبحانه وتعالى للبني ادم ادى الفرصه للفقير زي الغني، فحته اللحمه اللي ممكن الفقير ياكلها في العيد ممكن تقضيه بالشهور. ليه؟ لانه بيحصل ريسايكلينج لكل الدي ان ايه اللي اتكسر، يحصل له ريسايكلينج تاني، فاليوريك اسيد ده شيء مفيد جدا لجسمنا، بيحصل لنا ريسايكل. لقينا كمان ان من نعم ربنا علينا ان الناس اللي عندهم يوريك اسيد عالي
لا بيجيلهم ديمنشيا ولا بيجيلهم الزهايمر ولا بيجيلهم باركنسون ديزيز، فبالتالي له نيورو بروتكتيف رول. تمام، ده شويه الحاجات اللي احنا هنتكلم عليهم، واهم منهم الريفرنسز اللي انا استخدمتها لو حد حب ايه يطلع عليها. يعني يقول بس نفس مفيد لجسمنا، بس تجوز الليفل ولا جوز الليميت ولا حد ليفل معين؟ انا لو رديت عليكي يبقى مش هقول انا خلاص هقول اهو. الباترن بتاع اليوريك اسيد كلنا فاهمين ان هو بيجي في الصباع الصغير، صح؟ صباع كبير بتاع رجلين، انما ده لا يمثل اكتر من 40% من الحالات. يجي معاه وده بيبقى اكتر في الناس اللي اكبر في السن، يجي اكتر في الركبه، بعد كده ممكن يبقى بولي ارتكلر، ممكن يبقى في الامبر لينك، انما طبعا كلنا بنبقى مايندد بالصباع الكبير بتاع رجلين. لو دي حالات كادرس لقينا قد ايه هو في بوينتر ولا فيوش؟ هدوس فين علشان يبقى بوينتر؟ لا في طبعا ما معرفش بجاوب اكيد في بوينتر. اوكي هدوس فين ايه؟ فلو انا بصيت هنا على الابيض ده الاقي ديبوزيشن اوف مونوسوديوم يوريت في الكارتلج وفي البون وعامل ريبليسمنت، ولو انا لما جيت اعمل له بولارايز لايت واعمل له اكزامينشن بيه لقيت كل الاصفر والازرق ده هو صود مونوسوديوم يوريت ديبوزيشن. يعني الحقيقه بقوه اكتر بكتير من اللي احنا كنا فاهمينه. لقينا برضو في الباثولوجي انه التوفس اهو وحواليه ده في البول، حواليه اوستيوكلاس وماكروفيجز، وماكروفيجز عامله جاينت سيلز. الجرانيولوما فورميشن ده في حد ذاته بيكسر عظم. فلو انا قدرت قبل المرحله تكسير العظم يبقى انا استفدت وفدت العيان. تمام؟ ادي البول بتاعها. كلمه ما حدش فيكم سالني عليها بلازما سيلز، هي بلازما سيلز بتنتج ايه؟ تنتج انتي بوديز. هل ده اميون ميديتد؟ هل الجاوت اميون ميديتد ولا ميتابوليك ديزيز؟ هنقول دلوقتي ان هما الاثنين. ادي المنظر بالاميون فلوريسنس لقينا في الباثولوجي اهو، ده التوفاي وحواليها الستين دول هما الجاينت سيلز والماكروفيجز اللي والبلازما سيلز اللي بيثبت انه في اميون ميديتد ديزيز. وانا طبعا لازم اقول لكم ان كل حاجه اميون ميديتد، امال يعني امال انا جاي العب. دكتور صفوت قال لنا ادي جلوميرولس اهي اهي، وطبعا نازل حواليها داخل لها افرنت وديفرنت ارتريول، وبعدين بعد كده الديفرنت ارتريول ينزل ويعمل لي ارتريول وكابيلري ويطلع كافين وينزل حوالين التيوبولز. تمام، يبقى كل الفورم النيولي فورم اليوريك اسيد في جسمي بيحصل له 100% انفلتريشن في اجلوميرولس، بعد كده يحصل له ري ابزوربشن ل 99%، وبعدين اكتفلي سكريشن بزياده عن احتياجاتي لا تتعدى من 8-9%. يبقى الفلتر يوريك اسيد بيحصل له ري ابزوربشن علشان اعاده الاستخدام الريسايكلينج، واللي بينزل في البول حاجه بسيطه اللي هي زايده عن احتياجاتي يتحكم فيها. طبعا يعني انا مش هضايقكم ناحيه الدم في الري ابزوربشن بمولكيولز، وبيتحكم في السكريشن مولكيولز، والمولكيولز دي هي دي المكان اللي انا بحدد فيه انا حدي دواء يشتغل على انه انتن تو فاكتور. انما يعني الكلام يعني ملوش نزله قوي في الباثوجينيسيس، هي حته سخيفه بس انا محتاجه اقولها علشان نقدر.
لما نيوتروفيل بتهاجم اي اورجانيزم مش بتموت؟ بتموت من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من جوه لبره. برافو عليك. ليه؟ انا اللي مختاره انها هتموت هنا. اوكي؟ لان الدي ان ايه بتاع اي خليه مهم قوي بالنسبه لي. فلما النيوتروفيل تضحي بالدي ان ايه بتاعها تعمل له ديناتوريشن وتعمله كصوره دوار يلف حوالين المونوسوديوم كريستلز علشان ما تضرنيش، بسمي القصه دي كلها ميتوسس. نيوتروفيل اكستراسيلولار تراك. النت يعني ايه نت؟ شبكه. فهي الشبكه التراك معاها شويه بليتلتس علشان تطلع لي سايتوكاينز وكده، معاها نيوتروفيل ومعاها ماكروفاجز. المختصر انها عملت لي هنا اهو المنظر اللي انا شايفاه ده. دي رسمه في الاخر حوطت حوالين المونوسوديوم ريت كريستلز، حوطت حوالين المونوسوديوم ريت كريستلز اللي عاملين زي الدبابيس، بس بقى هي عامله زي الابره لان هي مش دبوس، هي بوينتد من الناحيتين وبتضرني بوجودها وبتضرني لان هي زياده عن احتياجي وبتضرني لان حواليها انفلاماتوري سيلز اللي هما النيوتروفيلز والمونوسايتس اللي عماله تطلع سيتوكاينز وتعمل لي انفلاماتوري ميدييتر. وهو ده في الاخر المنظر اللي احنا شفناه من شويه لما قلت لكم كاتالوج، عباره عن توفس وحواليه ماكروفيجز محوطاه عليه وعماله تكسر في العظم، والاوستيوبلاست جنبها الصغننه دي اللي هي ما هياش عارفه تعوض التكسير اللي بتكسره الثانيه، لان في سبيس اوكيبايد اللي هو التوفس اللي عمال كل شويه بيزيد عن الثاني. خلاص مش هقول اكتر من كده والله. يبقى لو انا if I want to diagnose gout، الحاجه الوحيده اللي اقدر احلف بيها واقول ان انا العيان ده عنده جو هو ان انا اشوف المونوسوديوم يوريك كريستلز جوه السينوفي فلويد. ده مش متوفر في ولا مستشفى، احنا اساسا في التمرداش ما عندناش منه، ما عندناش البولارايز لايت مايكروسكوب علشان نشخص بيه هذه الكريستلز. طيب امال هنعمل ايه بقى؟ يبقى هنشوف حاجات ثانيه تعوضنا او تحاول يعني كلنا نشخص بيها بلس الـ يعني كلينيكال بلس لاب بلس ايمجينج. وزي ما بقول هنا احنا هنعمل يورين اناليسيس و 24 اور يورين يوريك اسيد. ليه؟ هو مش هي اليوم 24 ساعه مش 25 ليه؟ علشان اميز منها ما بين الاوفر بروديوسر من الاندر اكسكريتر. طبعا هعمل لاب investigation to exclude الميمكس او الحاجات الديفرنشال دايجنوزز اللي انا ممكن اشوفها. حد فيكم شاف بقى مش في العياده اكيوت جاوتي ارثرايتس؟ شكله عامل ازاي؟ رد وهوت وسوالينج والله انا من اسبوعين جاتني عيانه ماسكه ايدها كده مش قادره حتى انها تحوز اي حاجه ناحيتها، خايفه لحسن الهواء يجي ناحيتها. ابسس لايك ابسس لايك. يبقى ده منظر السينوفيال فلويد كريستلز اللي انا حددتها. وهنا برضو لو انا باخد وبشوف الميتوكسل فيسين دول النيوتروفيلز اللي موجودين اهو هم، ودول الكريستلز الابيض هم دول الكريستلز اللي في السينوفي فلويد. طيب في الايمجنج بعمل راديوجرافي وهنشوفهم دلوقتي والترا ساوند ودكت. ايه هو الدكت ده اختصار ايه؟ ايوه شطوره. ديول انرجي ديول انرجي. في البلين راديوجرافي زي ما احنا شايفين كده اهو في شويه ديبوزيشن اوف كريستلز جوه الكارتج، وطبعا ده ما بيقولش مونوسوديوم يوريت، ممكن يكون كالسيوم فاروفوسفيت، ممكن يكون او كريستل وخلاص. تمام؟ انما المنظر بتاع العظم اللي واكله الفار ده بصي بانشت اوت اهي، ده المنظر ده فيري باثوجينومونيك لحالات
الجوتي أرثرايتس. ممكن الفيرست أتاك تعمل المنظر ده ولا ده باي كونس؟ لا يعني التوفيشس جاوت لازم يكون كان بقاله عنده هايبوكسيميا كتير قوي تمام علشان يعمل المنظر ده. لو هو جالك لأول مرة ولازم هتبقي شايفة البروفايل وحاسة بيهم علشان يبقى عندك المنظر ده في الفيرست صعب قوي صعب قوي يعني. وطبعا ده الصور دي من الاي سي ار مش من عندنا. وادي منظر الام ار اي وادي منظر السينوفايتس اللي هي فيها حبه ديفيوجن هنا وادي نفس الايد اهي لما عملت فات سبريشن وادي منظر وادي الدبل كونتور. على فكره دي السلايدز اللي قايله عليها الاي سي ار ان انا اشخص بيها. طبعا اللي فيكم طب يعني ماشي في وايده ماشيه شويه في الالتراساوند هيقول ان الدبل كونتور ده هو الكريستلز ممكن اشوفها واشوفها في الفاينوفيوم فلود عامله زي بتبرق كده زي لسترس زي الالماس. انما الدبل كونتور اللي هو ما بين الكارتج والفاينوفيوم وهو يعني بس النوانك لو ما لقيتوش بيبقى صعب قوي ان انا اشخص. الجول انرجي سي تي طبعا هوريكم بقى السي تي العاديه بيبقى منظرها ازاي. ده العظم ولون الكارتلج هو العظم بيبقى مزرق شويه والكارتلج بيبقى لونه بامبا شويه وهو الاخضر ده وهو سبيسيفيك اللون سبيسيفيك للمونوسوديوم يوريت. بصوا بقى البوزيشن موجود فين في الباك. هنشوف تاني البوزيشن يعني دي كانت حاله اكس راي عاديه مش عارفه باينه ولا لا. طبعا المنظر ده يعني سبيس اوكيباين ريجن مش باين لسه ان هو لا هو ايروجن ولا اي حاجه انما هو سبيس اوكيباين وفي جوه شويه كالسيفيكيشن ده الخض خض قوي. انما لما اتعمل السي تي وبان ان مكان الكالسيفيكيشن كان ديبوزيشن اوف مونوسوديوم يوريت ولونه اخضر ولقينا بقى ان الديبوزيشن هنا وهنا 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 وفي الانسيزيز فخلاص اطمنا بقى ان الموضوع ما هواش ده تيومر ولا حاجه انما هو ديبوزيشن اوف مونوسوديوم يوريت. ولطيف في الفولو اب دي كانت حاله طبعا تبع شركه الدواء بس احنا مالناش دعوه 18 شهر فاضل يا دوبك تنتفتين في كل توب في كل بيك توب ودي حاجه كويسه في الفولو اب ما هوش غالي قوي على فكره موجود زي الام ار اي لا موجود في الدبرتاش موجود في التخصصي موجود في البرايفت واكيد هيبقى موجود مثلا في مسجد المصطفى اللي هي الحتت الكبيره يعني. انا عجبتني السلايد دي هي برضو جايه من بيبر بتقول ان انا لو انا عندي توفس يعني معنى كده ان الديبوزيشن بقى قوي عامل زي الجير زي ما شفنا كده وعمل ديستراكشن وسبيس اوكيباينج في التيشوز وعلى الانسيزيز وعلى الليجمنت وفي الهارت وفي الاي في كل حته. فلما بدي ادويه واعمل فولو اب احنا كلنا بنخاف احنا قلنا ان احنا بالنسبه لنا سيري يوريك اسيد ده حاجه مفيده تمام فمش عايزين نوطيه قوي. فلو جاي لي العيان بتسعة ونص بعشرة هبتدي اوطي السيريم يوريك اسيد لغاية اما يوصل العيان ستة خمسة وتمانية من عشرة ماشي يبقى حلو زي الفل. العيان هيبقى ساتسفايد وانا هبقى ساتسفايد انما التفاح هتبقى زي ما هي. يبقى اذا لو انا عندي العيان توفيشس جاب يعني جاي مثلا من الارياف وجاي لي بادفانس كيس والبروفايل مليانه في كل حته يبقى ما ينفعش ان انا امشيه بالمنتلنس دوز بتاعتي على ستة او خمسة ونص. لازم انزل عن الخمسة بس ما انزلش عن الاربعة. يبقى ما بين لغاية ما التوفاي كلهم يحصل لهم ريفرنش وبعدين ممكن اعلى بيه تاني ما بين خمسة وستة. وده منظر الهارت والكوروناري ارتريز اللي جواها اهو اللي جواها مونوسوديوم يوريت. شايفين الخضار منور ازاي؟ دي كوروناري ارتريز. يعني دي سي تي ايوه
اللي مادام فيها الوان كده اعرفي ان ده يعني اللي هي الكورونا ريزيتي اللي هي دخلت مصر من كام سنه كده، وكانت الاول مش عارفه 16000 جنيه ودلوقتي بقى اقل يعني. الكلاسيفيكيشن كرايتيريا زي ما اتفقنا كده ان مش كل عيان هقدر اسحب منه فانوبي فلويد واشوف الكريستلز فيها. فالاول الاي سي ار واليولار سنه 2015 عملوا كلاسيفيكيشن كرايتيريا، حصل لها شويه ابديت بسيط في 2018 انما هي 12/2019 السنه اللي فاتت. طيب هما مجموعه من الكرايتيريا معظمها كلينيكال ومعاها لاب وايمجينج، وكلهم كل واحده فيها لها رقم، وهم اخرتهم الماكسيم بتاعهم 23 بوينت، اللي يجيب 8 اشخص. طيب هنا عندي زي ما احنا شايفين كده كلينيكال داتا، وكل واحده فيهم لها رقم، والارقام دي لما اجمعها ممكن تحصل لي الثمانيه. تمام؟ لو انا جيت بقى على السيرم يوريت الاقي ان هو من 6 ل 8 بديله 2 بوينتس، لو من 8 ل 10 بديله 3، واكثر من 10 بديله 4. نيجي بقى على السلايد اللي بعدها، قالت الاي سي ار لو لقيت السيرم يوريك اسيد اقل من 4 يبقى لازم اشك في نفسي، فبعمل ماينس 4 من الاربعه كلينيكال اللي انا كنت عاملاهم قبل كده. مش انا بقول لكم ان انا ساعات من الكلينيكال اقول ان انا هلم من دول من اللي هي البريفيس اتاكس كذا كذا الم منهم بوينتس، انما لو لقيت السيرم يوريك اسيد اقل من 4 بخصم 4 من البوينتس اللي انا عملتها. تاني حاجه لو لقيت عملت سينوفير فلود وما لقيتش المونوسوديوم يوريك كريستلز بنقص 2. تمام؟ فهي دي النقطتين بس اللي احنا عايزين. الايمجينج طبعا برزنس اوف دبل كونتور بديله 4، لو انا عندي الديبوزيشن بالدكت بديله ايه او الايروجن بديله برضه 4 بوينتس. تمام؟ امال حصل ايه بقى في 2019؟ ايه اللي زاد عليه؟ قال انه في الكرايتيريا اوف دايجنوزز لو سمحتوا دوروا على الكوموربيديتيز، يعني لو العيان عنده كارديوفاسكولار كوموربيديتيز، رينال، لو عنده سي ان اس، لو اوبيس، لو عنده هايبرديستروبيديميا، لو عنده دايابيتس، لازم ادور على كلهم، مش هستنى العيان اما يجيلي. سواء وبعد ما شخصت في الفولو اب برضو احطهم في بالي في الكوموربيديتيز في الفولو اب بتاعي، ولازم يبقى اللايف ستايل بتاع العيان اتغير علشان ما يزيدش. خلاص اهم هي 7 و8، وطبعا الادويه اللي احنا رصيناها مش بعض الادويه منهم مشهورين بيزودوا سيرم يوريك اسيد زي ما الدكتور طه قال، الكتير من اللوب دايريتكس والفانزايد دايريتكس بيزودوا سيرم يوريك اسيد. طيب هنعالج ازاي؟ بالعقل كده. هو الجايد لاينز برضه كانت نازله 2015 ونزلها في 2019 حبه زيادات علشان نحسنها شويه، انما مينلي يشمل العلاج نمره 1 بريفنشن بروفيلاكسس، نمره 2 لايف ستايل تشينجز، نمره 3 اكيوت فليرز بريفنشن اوف اكيوت فليرز، وبعدين يعني ان انا اتعامل ازاي مع الاكيوت فلير، وبعدين بريفنشن او اكيوت فلير، وبعدين اعالج بقى لو هو اندر اكسبريتر ولا اوفر بروديوسر اعالجه كويس، وبعدين اعمل ايه في الاسيمتوماتيك هايبريوريسيا. هما دول البوينتس بتاعه الجايد لاينز اللي هما قالوا ان يعني they are going to handle. واهم حاجه في الاوفر اركي برنسبلز ان لما يجيلك العيان بالذات لاول مره اقعدي معاه ربع ساعه اشرحي له انت عندك ايه،
وهيتطور لايه وممكن نعالجه ازاي وادويتي بتهندل ايه وما بتهندلش ايه ما بعرفش اوصل لكذا علشان اضمن ان عيالي فاهم الدواء اللي انا بديه وفاهم قد ايه هيقدر هو لازم يلتزم بالبروجرام. يعني ما ينفعش دكتور ما يشرحش العيان دايابيتس يقول له ان ده لايف لونج ديزيز والا هياخد علاج شويه وبعدين يسكت يقول لك طب انا خفيت وهو ما بيخفش لانه في الانتر كريتيكال ما بين الجاوتي اتاكس في الانتر كريتيكال بيريد بيبقى فيه ذا ميتابوليك بروسيس والانفلاماتوري اميون ميديتد بروسيس جوينج اون تمام. وبناء على الكوموربيديتيز لازم يغير اللايف ستايل بتاعه طريقه طبعا الخواجات وطريقه الشرب وان انا اخد باي من الدواء اللي بيزود او اللي بيقلل او واخد باي. مشكله كبيره قوي معمول لما كنت بقول له كده بيقول لي كلام اللي بتقوله ده كلام بره الواقع. هو ده عد الوقت 70 عيان في اليوم اقعد مع كل عيان ربع ساعه هرد كلام 18 ساعه في اليوم بس بيشن ديفيشن. فبيقول لي اروح صفحه المحاضرات بتاعتك تدينا حاجه سهله تناسب الواقع اللي انا فيه. ده هو اللي قال مش هيقول والله يا دكتور صفوت انا في الاخر اخر لايف بالتاكيد بص اللي موجودين دول بيقولوا نفس الكلام ما لقيناش انت انا سمعت منك كلمه ربع ساعه الكلام ده في العيان مقبول جدا. لا والله انا بتكلم عن الدرفيش والله بتكلم عن الدرفيش. لا مش الغرض الحمد لله بدانا نبقى يعني نعمل توزيع. حضرتك قلت انا عندي عياده للبيدياتريك لوبس صحيح. ما ينفعش مع يعني العياده بتاع البيدياتريك لوبس ده واهله اللي جايين مفطورين عليه ده مش هديله ربع ساعه ده انا هديله نص ساعه كامله ده داخلي معاه ساعه وساعتين. فبالتالي انا يعني العيان بتاع الاوستي ارثرايتس اللي هشخصه واديله كلمتين ويمشي او اديله جلسات ويمشي مختلف عن اللي انا هحقنه مختلف عن اللي انا هقول لها لا ده انت اوبيز انا محتاجه بقى نعمل لك كيتو 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 لا يعني كوني اقعد مع العيان دي حاجه يعني مش مهمه دي غايه في الاهميه. وبعدين الكلام اللي انا عايزه اقوله له انا ترجمته وحطيته عربي علشان لو كلنا طبعناه ووزعناه على عياننا هي صفحة واحدة. ده إجابة السؤال اللي هو أنا ترجمته والله حلتي له مشكلة ترجمته. ده اللي أنا عايزه أنا دلوقتي أدي له الورقة دي وقول له معاها الدواء وحتى في الورقة دي اللي عايز أقوله مع العيان ما أقولش عليه بس sometimes بقى بتدي ورقة والعيان بيبص فيها كده قال ده لو كان بيعرف يقرا ويكتب أصلا وبيبقى الكلام برضه مش مفهوم قوي يعني بس تحليل كويس قوي محتاج ورقه. بس هو ما فيش حاجه تغني عن كلام الدكتور لانه بيقع في نفس المريض واقع مختلف. بس فكره بيقول لي كلام غير واقعي بس انا كده انا بالذات حل وسط هو اديت له ورقه حتى ولو نص الكلام بدل ربع ساعه نخليها خمس دقائق ولا 10 دقائق ورقه. ان جنرال انا بطيئه بكفي على المرضى وبحب ادي كل عيان حقه حتى لو عندي 30 مريض. فحكايه 70 مريض دي كنا بنتفق مع مدير المستشفى اقول له اليوم اللي انا فيه في العياده مش هناخد الا 30 مريض. فمش هقدر اكمل ومش هقدر افضل قاعده للساعه 9 بالليل. لو قدامنا 5 دقائق حاضر من عينيا. المهم التارجت سيرم يوريت طبعا احنا اتفقنا لو عيان توفيشيس يبقى هيبقى اقل من 5 ولو العيان سيمبل ولسه مفيش توفاي ولا حاجه ممكن يبقى من 5 ل 6. السيرم يوريت مونيتورنج بيبقى كل شهر في العلاج لغايه لما اوصل للليفل اللي انا عايزاه وبعدين يبقى مره كل 6 اشهر. طبعا علشان العيان اللي مسافر وهيقطع تذكره ويقف ويعمل التحليل كل ده غالي كل ده صرف فلوس يعني. الدراجز اوف اكيوت فليرز طبعا احنا بنتكلم على عيان جاي لك وهو ما هوش عارف هياخد ايه او عيان انشورد فجاي تجي له الاكيوت فلير وانت مش معاه تكتبي له فبتكتبي له الادويه وتقولي له لو حصل لك الاكيوت فلير بتاخد مثلا من الدواء ده البروفان 600 مللي جرام هناخد قرص 3 مرات او قرص 4 مرات ويبقى عنده ما يستخدموش يبقى انما يبقى عنده الكولشيسين يبقى عنده
وبعدين ممكن يكلمك في التليفون يبعث لك مسج او حتى يبقى اوريدي قبل ما يجي اخذ العلاج وبعدين جه واستنى في العياده بقى الاربع خمس ساعات اللي انت على ما تشوفيه. الانتي انفلاماتوري بروفيلاكسيس زي ما اتفقنا انه الداوتي ارثرايتس والاكيوت فليرز بتيجي من الابس اند داونز اوف سيروم يوريك اسيد. فانا لو انت شخصتي العيان وجالك واتخضيتي ولقيتي انه السيروم يوريك اسيد بتاعه 11 وجايب اكيوت فلير، اولا نمره واحد اوعي توقفي الدواء هو ماشي عليه. لو ماشي على مثلا اربرينول 100 ملي جرام ما توقفيهاش، يكمل عليها علشان ما يحصلش فردر سادن دروب. اما تواجهي اما تدي يوريت لورينج دروبس ما تطلعيش بالعالي مره واحده وتقولي لا ده انا عايزه الحق الجوينت دامج قبل ما يحصل، لا سوري، لانه الابس اند داونز الاثنين بيعملوا لك اكيوت فلاش والاثنين بيعملوا ديبوزيشن. احنا هنتكلم على كل واحده دول في سلايد لوحدها، فايه هنمشي بسرعه شويه. الانديكيشنز بتاعت اليوريك لورينج دراجز، انا ما عنديش غير تو دراجز اللي هما الالوبرينول والفيبوكسستات، وللاسف الفيبوكسستات 2019 نزل له بلاك بوكس وورنينج علشان الكارديوفاسكولار دامج، فبالتالي ما بقاش قدامي اختيارات كتيره، هو الالوبرينول او الالوبرينول وفي حالات ضيقه قوي الفيبوكسستات. ودي الانديكيشنز بتاعته، لازم يكون تو مور داوتي اتاكس بير يير، وطبعا بريزنس اوف توفاي او لو هو العيان دايابيتك او عنده اذر يعني هايبر يوريسيميا ومعاها اذر كوموربيديتيز. بستخدم معاه او لوحده اليوربزوريك ايجنتس، هما ما هماش كتير، البروبنسيد والسلفين باربيرزون والبنزوبرومارون. والبنزوبرومارون هو يعني قليل في مصر استخدامه، البروبنسيد بيبقى اكتر، وهم عاده شركات الادويه بيجمعوهم مع الالوبرينول وبيجمعوهم مع الكولشيسين. انما المختصر ما بستخدمش اليوربزوريك دراجز لو العيان اوريدي جاي يشتكي من نيفرونيثيزس وعنده، فانا مش هزود اللود على الكليا بزياده، ومش هديه لو انا عندي في رينال انفيرمنت والكرياتين كليرنس علشان طبعا هو بيزود اللود على الكليه اللي اوريدي تعبانه، او لو انا عندي اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد. طيب البروبنسيد القرص 500 ملي جرام واوصل لغايه من 2 ل 3 جرام في اليوم، وطبعا زي ما شايفين ان هو شركات الادويه ممكن تحطه لوحده او تحطه مع الكولشيسين او مع حاجه ثانيه او مع الالوبرينول او مع حاجه ثانيه. الفيبوكسستات طبعا كلنا عارفين من الفيبوكسستات 40 ملي جرام و80 ملي جرام و120 ملي جرام، اخد بالي بس ان العيان ما يكونش ابدا عنده كارديوفاسكولار ريسك او دامج علشان خاطر او يعني بياخد علاج او ضغطه عالي او كده. الالبرنول دوزنج هو القرص 100 ملي جرام وفي 300 ملي جرام، ببتدي بالراحه قوي. ازاي ادي 50 ملي جرام في اليوم يا اميره، وانا قلت ان انا عندي اقراص 30 100 و ما بيتقسمش، ده زي البستل شطوره قرصيوم اوميوم. لا ليه؟ لان الهاف لايف بتاعه 36 ساعه، انما في بوكس ستات الهاف لايف بتاعه 6 ساعات، فما ينفعش ادي هاف دوز، انما هي القرص بتاعه بيتقسم على العموم يعني. الالوبرينول هايبر سنسيتي بيجي في الناس اللي عندهم اللي هم من كوريا اللي هم من جنوب شرق اسيا، انما طبعا هو موجود في وسطنا احنا مصريين عاديين جدا، واحنا دكتور زميلنا استاذ زميلنا عنده الالوبرينول هايبر سنسيتي، ما تاخديش منه سيمبلي يعني ادي انتي هيستامينكس وسترويد وهو بيعدي عادي. ودي البيبرز اللي قايله انه البلاك بوكس وبناء عليها اتعملت البلاك بوكس ان هو بيزيد الاول كوز اند كارديوفاسكولار مورتاليتي، وهي دي البيبر كانت 2019 وطبعا شركات الادويه لطمت انما يتفاجئوا يعني. لو انا عندي ما بين يعني بدات اليوريك لورينج دراجز يعني خلاص الاكيوت اتاك مشيت، احنا قلنا الاكيوت اتاك بندي ايه؟ احنا لسه ما قلناش. البيزك تريتمنت لو دوز كولشيسين ونان سترويدز.
طيب امال other options بيبقى عندي interleukin 1 inhibitors اساسا هما مش موجودين في مصر، والكولشيسين طبعا الجايد لاينز طالعه على 1.2 ملي جرام بير داي في الاول، وبعدين 0.6 كل 6 ساعات. احنا ما عندناش ده لان احنا القرص عندنا زي ما انتم شايفين كده 0.5 اصلا، تمام؟ وهو ده الميكانيزم ان هو بيبقى انتي انفلاماتوري. مشكله كبيره قوي لو العيان بياخد كليريثرومايسين او انتي فانجل او سام بالذات الدلتازان اللي هو كالسيوم شانل بلوكر بيعمل فيك المورتاليتي، فبلاش منه. انما طبعا اقل مع الستاتنز مع الكولشيسين بيعمل توكسيسيتي بالذات على المصر. البيجلوتيكيز مع التيومر لايسيس سندروم هو اساسا لسه برضه ما نزلش مصر، انما الناس اللي بياخدوا اللي عندهم مش عنده الوبرينول هايبرسنسيتي وعنده كارديوفاسكولار دامج مش هيقدر ياخد في بروستات، مش هيقدر. طب اديله ايه؟ فقال هناخد البيجلوتيكيز هو يوريكيز، وانا حاطه له بوليتيلين جلايكول وحاطه معاه وبيتاخد اي في 0.2 ملي جرام في كيلو جرام مره كل اسبوعين لمده 6 شهور. طبعا هو اصلا يعني هو لسه ما نزلش اللي موجود من بره، لسه وزاره الصحه يعني ما اجازتوش وادته الابروفال بالظبط. امتى اعالج الهايبر يوريسيميا؟ زي ما اتفقنا لو في نفرتيزز او توفاي، او لو كان في اذر العيان اوبيس او عنده دايابيتس او كده. طيب which drug to use؟ الاندر اكسكريترز بستخدم اليوريكوزوريكس، لو الاوفر برودوسرز بستخدم الالبرون على اساس ان هو بيقفل الاثنين، بيزود الاكسكريشن وبيقلل البرودكشن. طيب الاكيوت فلير هنقول بقى وده الواحد 2 3 لما تبقى سلايد مكتوب عليها 1 2 3 هما دول الجايد لاينز بتاعه الاي سي ار. ففي الاول في الجايد لاينز الاكيوت فلير بستخدم ايه؟ نمره 1 كانسر رودر انتي انفلاماتوري دراجز بفول دوز وكولشيسين او كولشيسين الفول دوز، زي ما اتفقنا ان احنا بنبتدي بقرصين وبعدين قرص كل 4 او 6 ساعات لغايه لما اوصل يا اما ال 10 اقراص او العيان يجي له السايد افكتس. يبقى طيب انا بختار امتى؟ لو ليه اقول العيان ده هدي له كولشيسين والعيان ده هدي له نانسترويد؟ افرض العيان مثلا عنده برونكي اسما يبقى النانسترويد هيزودها، عيان عنده رينال انسفشنسي النانسترويد هيقللها هيزودها. يبقى انا بحكم على العيان، عيان اوريدي اتعالج من بابتيك انسر وكان عنده بليدنج وكده، يبقى برضه انا بحكم على العيان على بني ادم، مش بحط جايد لاينز وكل يمشي عليه. يبقى ده هقول ممكن ادي ده وده هقول ممكن ادي ده. طب الكومبينيشن ممكن في عيان تاني يقول لك انا جربت نفسي والنان سترويد اللي ما بيجيش معايا نتيجه وفري لي معدتي انا هاخد كولشيسين على طول، يعني هو بيبقى عارف روحه. برضو الشير ديسيجنز بتبقى مهمه قوي. يبقى لو انا عندي كونتر انديكيشن او عندي سايد افكت، يا اما باخد واحد من دول. الواحد من دول ده زي ما احنا شايفين كده اللي هو يا اما كولشيسين او النانسترويدز او البريدنيزولون، ولو ان انا شخصيا مش بحبه مع ان انا بحب الكورتيزون ان جنرال، انما في الجاوت التانيين بيجيبوا نتائج احسن منه واسرع. قال بنبتدي ب 30 ل 40 ملي جرام اول يومين وبعدين انزل 5 ملي جرام كل يومين، وهو ده هيبقى كافي. انتر ارتكلر ستيرويد انجكشن طبعا، او لو كان في 1 وهوريك الصوره بتاعتها، او الكومبينيشن ثيرابي. طيب الاكيوت فلير خلاص اتفقنا، ونو انتربشن لو العيان اوريدي، ولازم يبقى الميديكيشن ان بوكس لو العيان ده انشور. هتكتبي له مع انه بيبقى انتر كريتيكال يعني ما بين الفلايرز، انما هتكتبي له العلاج ويصرفه وانتي ضميرك مش مأنبك عشان يفضل عنده في البيت ان كيس حصل فلير وانتي ما شفتيهاش. وادي منظر، طبعا هي ده منظر ابسس لايك جوينت، وان انا هحط فيه ابره علشان احقن فيه الاسترويد. طبعا استاذي يعني حضرتك بتعمل كده؟ تفضل. يعني هو طيب يا جنب اصلا الهواء مش هي مش مستحمله الهواء يجي جنبها.
البروفيلاكسس اتفقنا انه بيبقى يا قرص يا قرصين كولشيسين في اليوم ديلي اول 6 شهور ما فيهمش فصال لغايه ما اوصل للسيريم يوريت اللي انا عايزاه. علشان لو انت نزلتي السيريم يوريك اسيد حتى لو بالراحه العيان هيخش منك في فلير. العيان لو دخل منك في فلير لا هيثق فيكي ولا هيثق في الدواء، وهيجي الدكتور اللي بعده يديله نفس الادويه اللي انت اديتيها ومش هيبقى عنده ثقه فيك. يبقى اذا انا لازم ابقى مفهمه العيان انا بديك الدواء وانا عارفه ان انت ممكن يجي لك فلارز، فلو سمحت عشان ما تجيش فلارز هناخد كيك ما بين لغايه اول 6 شهور. واول 6 شهور ايوه باخد اول 6 شهور باخد كولشيسين وباخد، وممكن بقى شيء لطيف اللي هو اليوروسولفين ده بيبقى معاه 0.3 ملي جرام كولشيسين، فبيبقى لو اخدتي 2 ساشيتس في اليوم يبقى اخدتي اللي انت عايزاه في البروفيلاكس. اول مع الكولشيسين تكتبي ايه؟ الانتي فانجل الدالتيازام. تمام. اوقفه طبعا. والكولشيسين هاف لايف بتاعه قد ايه؟ لا كولشيسين لا 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 مش اكتر من 12 ساعه. وقفي يوم بحاله هو هيبقى كافي. وقلنا التارجت. اعمل ايه بقى في الجوت في الكرونيك كيدني ديزيز سواء كان لوبس او اي كرونيك كيدني ديزيز؟ انا اكوردنج للاستيميت جلوميرولر فلتريشن ريت او الكرياتين كليرنس بحدد ان انا حتى ايفن ان نفرولوجيست قال لك ستارت لو جو سلو اند تشيك، وكل شويه هتعملي الشويه دول ممكن يبقوا بدل ما هم 4 اسابيع يبقوا 3. المختصر انه في بوث الاي سي ار واليولار قال احنا بنعالج، بس بنحدد بنعالج بنفس الادويه. عيب بس الالوبرينول على السؤال اللي انت سالتيه ان هو نون دايلايزر، فبيحصل له حتى مع الدياليسس حتى لو العيان عنده دياليسس ان ما بيخشش ما بينزلش مع الفلترز الابنور الصناعيه اللي احنا بنحطها. وهي دي المستوى اللي انا بديه لو الكرياتين كليرنس كان قد ايه وبدي وبحدد عليه. وهنا اكوردنج للاستيميتد جلوميرولر فلتريشن ريت، وطبعا كل واحده فيهم بالريفرنس بتاعها. وسهل على فكره ما هوش صعب. واوصل لغايه 300 ملي جرام في اليوم مع عيان كرونيك كيدني ديزيز محسوبه ومقبوله وما فيش مشكله، بالذات لو مثلا الكرياتين كليرنس بتاعه اكتر من 30 فما فيش مشكله. البيشنتس وذ رينال امبيرمنت وكرياتين كليرنس بتاعهم واطي ممكن ادي اعمل سويتش في بوكس ستات. وطبعا الكلام ده كان 2017 وهو ما مش هينفع في بوكس ستات دلوقتي، فاكشولي هتمشي على استرويد. في الحالات اللي عندك اوريدي يوريك اسيد ستون بعمل الكلينايزيشن اوف يورين، ده بيساعد الستونز ان هي اكتر من التوفاي بقى عايزه الكلينايزيشن اوف يورين علشان تذوب وتنزل. بيجلوتيكيز هستخدمه لو انا ما عنديش. هينزل الدكتور صفر؟ انا ما اعتقدش انه موجود في الانكولوجي عشان موجود انكولوجي في التيومر لايسنس، انما مش لا موجود بس بنبعت لهم الحالات، بس الكلام ده فوق ما بيدوش تحت ما تقدر البشر. لا لا خالص الحرام بتدوسوا فيه قوي. في الكارديو فاسكولار مين اللي كان بيسالني على الكارديو فاسكولار؟ العيانين قال لك انه الالوبرينول ان جنرال كله ادي البيبر اهي انه الالوبرينول استخدام الالوبرينول كيوريك لورين والبروفنسيد بيحمي القلب لو كارديو بروتكتيف رول. مش بس كده، ده جه واحد من الاساتذه توماس سيدنهام مش عارفه بريتش فيزيشن مش عارفه سنه كام مكتوب السنه، قال لك انه العينين بيموتوا مش من الجوت او من الكارديو ديزيز من الادويه اللي انا بديها. طيب ازاي الادويه دي بتعمل مشاكل؟ قال اولا منهم زي النون ستيرويدز ممكن يعملوا هايبرتنشن، ممكن يعملوا اوكسيديشن في البليكس اللي هي اللو دنسي لايكوبروتين او الدوثيليال ديسفانكشن او الـ systemic manifestations بتاعت الانفلاميشن نفسها.
الكرونيك انفلاميشن نفسها. يبقى لو انا عالجت كل دول I prevent cardiovascular damage. طيب لو انا عالجتهم يبقى the urate lowering plus the uricozorics. البروبنسيف كيوريكوزوريك ممكن يساعد ويلو كارديو بروتكتيف رول، واليوريك لورينج الالوبرينول من باب ان هو هيقلل اليوريك اسيد اللي ممكن يبقى ديبوستد جوه المسل او جوه الكورونري ارتري نفسه. الالدرلي كلنا خلاص دخلنا في الالدرلي، فبيبقى عندهم ديكريز رينال فانكشن، عنده other comorbidities، بياخد ادويه كتير، simply ممكن ينسى ياخد الدواء، ممكن depression يقول لك خلاص مانيش واخد ادويه كلها ويخش منك في flares. فبالتالي وطبعا حد مثلا والده او عمته بتاخد الكوردرون، طبعا بيعمل الكوردرون مع الكولشستين بيعمل مشاكل، الستاتنز بتعمل مسل دامج معاه. محمد صفيان مدير مستشفى جاي سنة. السلام عليكم. أنا كده إنه إنترلوكين 1 لعيب كبير في الجاونت عن طريق التوفس وال فهو برضو لعيب كبير مع الأف أم أف اللي هي فاميلي مترينج فيبر، والأدوية الكولشستين بيشتغل على الاثنين زي ما أستاذ دكتور صفا فكرة مهم. طيب pregnancy لو عيانة already يوريك أسيد بتاعها عالي، من نعم ربنا علينا الكولشستين safe with pregnancy safe. وطبعا النون ستيرويد safe with pregnancy ما بيفضلش قوي في أول الحمل شوية عشان الأنتي بروستاغلاندين والأنتي فوسفولايبيز، ما بيفضلش قوي في الآخر خالص قبل علشان بيعمل اتني اوف ذا يوترس، انما فيما غير ذلك هم معظمهم تيومر لايسيس سندروم هو مش تبعنا، انما لما بيبقى العيان هياخد يعني اتس افيكتد ديزيز، لما بيكون بياخد كيموثيرابي ويعلى قوي اليوريك اسيد ويعلى قوي الكالسيوم البوتاسيوم فبيبقى اتس افيكتد ديزيز، ما بنقدرش نسيبه بنديله مينلي هايدريشن وبروفيلاكسيس. وبروفلاكسس إلا في ايدينا كمصريين الالبرنولي في بوكس ستاب، انما طبعا هو الريسبيرتيز او البيتروفيتيز هو يعني نمره واحد في العلاج عندهم. بيشنت ادوكيشن زي ما اتفقنا مع الدكتور الاستاذ دكتور مأمون انه هفهمه ايه الحاجات اللي مسموحه ومش مسموحه، مش معقول هيجي لي شاب عنده 28 ولا 26 سنه واقول له ما تاكلش لحمه وما تاكلش وما تاكلش، لا هو هياكل بالمعقول بس لانه طبعا بادي بيلدينج ومحتاج عضلات، انما في حاجات مسموحه وحاجات مش مسموحه. ده ليه العيان ما بياخدش اليوريك لورينج دراكس بتاعته، وهي دي اللي ردينا عليها بالعربي اللي هي الكوزز اهي اسباب النقص اهي طبعا يعني الاسباب وايه وليه ليه هيعملوا وايه اسباب العوامل الخطر ذات صله اللي هي ريليتد للكلى وريليتد للقلب اهو. وبعدين كل البايب لاين الادويه اللي لسه علشان الناس اللي داخله الامتحان بتاعي اللي لسه داخله هتعملها هما مينلي الريكوزوركس، والاثنين بيشتغلوا على الانايون الاورجانيك انايون ترانسبورترز. ومعلش ادوا عيانينكم خمس دقايق بلاش ربع ساعه، خمس دقايق زياده نتكلم على المرض نفسه هنعمل ايه. Thank you very much. على 5 ونص او على 4 ونص مش هتاخده اكيد اكل اي حاجه.
الاكل ايه؟ اللي هو لا طبعا هتنزلي بيه. يعني كنت بتدي 300 بتدي 300 ادي ان شاء الله 100 ملي جرام يوم بعد يوم من الالجوريثم. انا عندي دكتور زميلي استاذ تحضير بياخد 100 ملي جرام 2.5 عشان هو بيسوق 2.5. ده فيما يتعلق بالمريض اللي دايجنوزد اوريدي جاو. طيب الهايبريوريثيميك كيشن هايبريوريثيميك جاست هايبريوريثيميا بس وما جالوش ولا اتاك عيان زي الفل ما عندوش لا اوبيس ولا عنده هايبرليبيديميا ولا عنده توفاي شبيه حاله. طب انا عملت له ما عندناش معاه مشكله. الاخرين عملوا له انفستيجيشن وطلع مثلا ميل 9 مثلا سي او في ميل 7 ماليش دعوه بيه. لا 9 لا. طب ما تسمع كده يعني. طيب ما هي يبقى الرينج بتاعنا ان احنا ننزل الكل سواء كان هايبريوريثيم او اذا كان جوتي الى اباوت 5 ونص. لا الهايبريوريثيميا بقى اللي هو لغايه 7 كويس. طيب 7 للميل وفي الميل. احنا اتفقنا اهو هنقيس السيريك اسيد وهتشيل وهتقيسي 24 ساعه يوريك اسيد في البول. فلو 700 ملي جرام يبقى ده ايه اندر اكسبريتر. لو اكتر